الوحدة الثالثة: العلم النافع. الحوار: استمع هذا الحوار جيدا. Simaklah hiwar berikut ini dengan seksama. هل عرفت يا سليمان ما هو الدين؟ نعم عرفت يا أحمد، الدين هو الذي يعلم الإنسان كيف ينتفع بقوته انتفاعا حقيقيا، وكيف يشكر نعمة الله عليه بها. هل يمنع الدين الإنسان أن يستعمل القوة في الظلم والعدوان؟ نعم، هو الذي يمنعه أن يستعملها في الظلم والعدوان. في أي شيء استعمل المسلمون الأوائل الاكتشافات العلمية؟ هم يستعملونها في خدمة الناس ونفعهم، ولم يستعملوها في الشر. فيما استعمل الغرب كثيرا من مخترعات العلمية؟ استخدمها لقتل الناس وإفساد الأخلاق وهدم الصحة العامة والخاصة. ما من الأسلحة الحديثة التي قتلت من أبرياء وخربت من مدن؟ إذاعة وتلفاز وصحف ومجلات. كيف كان الإنسان بدون هدي الرحمن؟ إن الإنسان بدون هدي الرحمن يكون كالحيوان أو أدنى منه. أنت طالب ذكي، تعال إلى الفصل. شكرا، هيا بنا إلى الفصل. طيب، الآن استمع هذا الحوار جيدا ثم عد. هل عرفت يا سليمان ما هو الدين؟ نعم عرفت يا أحمد، الدين هو الذي يعلم الإنسان كيف ينتفع بقوته انتفاعا حقيقيا، وكيف يشكر نعمة الله عليه بها. هل يمنع الدين الإنسان أن يستعمل القوة في الظلم والعدوان؟ نعم، هو الذي يمنعه أن يستعملها في الظلم والعدوان. في أي شيء استعمل المسلمون الأوائل الاكتشافات العلمية؟ هم يستعملونها في خدمة الناس ونفعهم، ولم يستعملوها في الشر. فيما استعمل الغرب كثيرا من مخترعات العلمية؟ استخدمها لقتل الناس وإفساد الأخلاق وهدم الصحة العامة والخاصة. ما من الأسلحة الحديثة التي قتلت من أبرياء وخربت من مدن؟ إذاعة وتلفاز وصحف ومجلات. كيف كان الإنسان بدون هدي الرحمن؟ إن الإنسان بدون هدي الرحمن يكون كالحيوان أو أدنى منه. أنت طالب ذكي، تعال إلى الفصل. شكرا، هيا بنا إلى الفصل. الآن استمع هذا الحوار وترجمته جيدا. هل عرفت يا سليمان ما هو الدين؟ نعم عرفت يا أحمد، الدين هو الذي يعلم الإنسان كيف ينتفع بقوته انتفاعا حقيقيا، وكيف يشكر نعمة الله عليه بها. هل يمنع الدين الإنسان أن يستعمل القوة في الظلم والعدوان؟ نعم، هو الذي يمنعه أن يستعملها في الظلم والعدوان. في أي شيء استعمل المسلمون الأوائل الاكتشافات العلمية؟ هم يستعملونها في خدمة الناس ونفعهم، ولم يستعملوها في الشر. فيما استعمل الغرب كثيرا من مخترعات العلمية؟ استخدمها لقتل الناس وإفساد الأخلاق وهدم الصحة العامة والخاصة. ما من الأسلحة الحديثة التي قتلت من أبرياء وخربت من مدن؟ إذاعة وتلفاز وصحف ومجلات. كيف كان الإنسان بدون هدي الرحمن؟ إن الإنسان بدون هدي الرحمن يكون كالحيوان أو أدنى منه.
أنت طالب ذكي، تعال إلى الفصل. شكرا، هيا بنا إلى الفصل.